السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هركب في الانترا اتش دي شاشة دبل بيز، رامات 2 ومساحة 32، 40/10، رقمها 40/10، رامات 2 اهي ومساحة 32 في الانترا اتش دي شاشة دبل بيز، تاتش حراري، ميرور لينك، بلوتوز، 1080 بكسل، الصورة واي فاي مباشر، اندرويد اوتو، فيها كذا حاجة. ده اصدار جديد نازل، غير اللي هي رامات 4، في دبل بيز رامات 2 دلوقتي وفي 4. الرامات 2 مساحة 32، الاربعة 64 جيجا. نفتح كده مع بعضينا العلبة ونشوف. طبعا الدبل بيز بتتميز بانها ضمان عامين او 24 شهر. ده الفريم اهو، فريم التسعة بوصة، ركبنا الهوايات والساعة والانتظار في الفريم الجديد. هنطلع الشاشة، دي الوصلات، تدعم 2 USB، الرامات 4 فيها 3 USB، دي 2 اهو، الضمان 24 شهر اهو. تمام، ده شكل الشاشة اهو، مكتوب من ورا اهو، رامات 2 ومساحة 32. وممكن نخش من جوه نتأكد في السيستم، نخش على الضبط ونتأكد. ودي وصلة HDMI، ممكن تاخد منها فيديو اوت وممكن تاخد منها صوت اوت. دي باقي الوصلات اهو، طبعا فيها فيديو اوت وفيديو ان، وفيها وصلة الهاند كام. تمام، دي وصلة جي بي اس. تمام، واكس خلفي، كل ما يخطر على بالك في الوصلات اهو. 2 فلاشة. تمام، الشاشة بيجي معاها وصلة تركب على اي عربية، لكن اللي بتيجي مع الفريم الوصلة اللي بتركب في العربية على طول، اللي هو الايزو، فيشة على فيشة. تمام، هو بيديك زيادة فيشة كده مع الشاشة، لكن الفيشة الأصلية بتركب بتاعة العربية بتيجي مع الفريم. هاي الفيشة اللي أنا بحكي عليها اهي، دي بتيجي مع الفريم كده. احنا بنفتح الشاشة، وده مظهر الشاشة أو الشاشة الرئيسية، ودي الأيقونات من جوه اهو، التطبيقات. طبعا فيها واي فاي، فيها بلوتوث زي ما قلنا، فيها ميرور لينك، فيها اندرويد اوتو. تمام، احنا كده داخلين على السيتنج. تمام، نظبط اللغة ونظبط اعدادات الجهاز. ده شكلها بعد التركيبة اهي، بالفريم، بالساعة، بالانتظار، بالهوات بتاعت التكييف كده. احنا بندخل الجيميل اهو، ممكن انت بتدخل الجيميل يطلع معاك بره. تمام، لكن تطلع بره وتخش تاني على الجيميل هتلاقيه دخل، هتلاقيه دخل على جوجل بلاي على طول، لان الاجهزة ده صيني، فممكن ايه متبقاش مظبوطة معاك في دخول الجيميل. فانت بعد ما تدخل الجيميل لو طلع بره الجهاز، تطلع بره انت وتخش على جوجل بلاي هتلاقيه دخل معاك، لان الشاشات دي مش زي الموبايلات طبعا. تمام كده، احنا بنكتب يوتيوب طبعا زي ما قلنا، عشان يوتيوب هيخلينا نحدث الجهاز او الجهاز السيستم مع جوجل زي ما قلنا قبل كده. بنكتب يوتيوب لو عايز التحديث يتحدث، عشان يدينا تحديث خدمات جوجل بلاي. اول ما يديك تحديثات خدمات جوجل بلاي تعرف ان الجهاز كده السيستم مع جوجل. وده شكل الكاميرا، كاميرا برضو محترمة دبل بيز. عمل لك تحذير
الفيديو بتخش على اعدادات وتقفل الفيديو اثناء السير، هيشتغل معاك الفيديو واليوتيوب اهو. خش كده على اليوتيوب هتلاقيه اشتغل معاك، فتح اهو. كان في الاول مش فاتح، كده فتح معانا اهو، لان احنا قفلنا تشغيل الفيديو اثناء السير. تبقى مفتوحه تقفلها، تمام. ده شكل اليوتيوب اهو. تبتدي تبحث عن اي حاجه، يعني مثلا انا ببحث عن القناه اهو، اي حاجه. دي القناه بتاعتي، تبحث عن اي حاجه وتسرش في اي حاجه علشان برضك يبقى الجهاز دخل على النت، تمام. اهو بيحمل فيديوهات اهو، وعطاك باقي التحديثات، بتحدث كل حاجة، كل التحديثات لازم تحدثها قبل ما تستعمل الجهاز، لازم تحدث الجهاز قبل ما تستعمله، لازم وضروري، تمام. كده احنا بنظبط الايقونة بتاعت الجي بي اس علشان تفتح معانا اهو. ده ايجو دوت بدون نت، بس طبعا مش هيبقى دقيق زي جوجل مابس. جوجل مابس تحديثاته وقتية، تمام، لكن دوت خريطة متثبتة على برنامج. لازم تفتح نت اهو. جوجل مابس ده اقوى حاجة، وبتحدث على طول. في اي تغييرات بتحدث على طول اهو. فتحنا كده جوجل ماب، لازم تفتح ده وتشغل كل حاجه. كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. يبقى احنا ركبنا النهارده شاشه 9 بوصه دبل بيز، رامات 2 ومساحه 32 في الانتر اتش دي، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.